خديجة حالتها النفسية دي كانت من وهي صغيرة، لما كانت توقع بين باباها ومامتها وتحب يبقى هما الاتنين متوقع بينهم، ولما يكونوا هما الاتنين زعلانين من بعض تبقى هي حبيبتهم، لو اتصالحوا تخاصمهم. حالة فرق تسود، حالة كده. فابتدى بقى ابتدت خديجة تتجوز، جالها واحد راجل محترم كويس وجوزها وخلفوا أولاد الحياة مشيت، وتحمل هو تحمل يعني هو رضي بالموضوع وهي ما فيش أي مشاكل. علاقتك بيك لك علاقة بهذا الشخص؟ لا مالكش علاقة. ما شفتوش، بس أنا يعني أسمع أنه هو كويس يعني رجل محترم يعني، وهي بنت كويسة جدا يعني خديجة دي بنت كويسة، بس هي يعني وغلبانة جدا.